لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. الحياة الروحية هي اللغة التي يسمع بها الإنسان كلام الروح. فلنفحص ديننا، أو بالأحرى تديننا. هل نحن نتكلم عن الله؟ أم نستلم كلاما منه؟ أم نكلمه؟ ما هو وضع تعليمنا الديني في الوعظ ومدارس الأحد والكشاف والأخويات والعائلة وحتى في كليات اللاهوت؟ هل نعلم قصة إبراهيم والسامري الصالح عن ظهر قلب ونفسرها ونتقن رسمها وتمثيلها دون أن نفهم أن إيمان إبراهيم يعني ترك كل شيء وتبديل الحياة لخدمة الرب والسير بالاتكال عليه حيث هو يريد؟ أم نفسر السامري الصالح دون أن نشعر بمقدار حب الرب يسوع لكل الناس وانفتاح المسيحية على البشرية فوق الأعراق والانتماءات الدينية وسواها؟ هل نقرأ مثل السامري الصالح ونتخشع أو نتأمل بيسوع؟ من يقرأ الكلمات الإلهية هو من يتخاطب بواسطتها وبواسطة حروفها مع مرسلها الله، وهذا هو اللاهوت، وهذا هو فعل الكلمة الإلهية، إنشاء الحوار بين مرسلها الله وبين المرسل إليه الإنسان. لذلك من يقرأ الكلمة الإلهية ويبقى كما هو وحيث هو لم يفهمها. الكلمة الإلهية نداء يرسلنا من حيث نحن إلى حيث يشاءنا الله. لا استاتيكية مع الكلمة الإلهية، بل ديناميكية، لأن الله ليس إله أموات بل إله أحياء. مدلول فهم الكلمة الإلهية ليس مجرد مطالعتها بين قوسين معرفتها، ولا حتى أيضا تفسيرها أبدا. مدلول فهم الكلمة وسماعها هو ما يقوله الرسول بولس في ملحق الآية: صادقة هي الكلمة. لهذا أريدك يا تيتوس أن تعلم بأن يهتم الذين آمنوا بالله وبكلمته أن يعملوا الأعمال الحسنة. أما المباحثات الهذيانية والأنساب والخصومات والمماحكات الناموسية فاجتنبها، لأن هذه هي الفلسفة أو الشريعة البشرية وليس الكلمة الإلهية. رتبت كنيستنا المقدسة أن نطالع هذه الكلمات في هذا الأحد، أحد آباء المجمع الرابع، لما في هذه الكلمات من إشارة واضحة لطريقة هؤلاء الآباء القديسين في فهم وتعليم الكلمة الإلهية مقابل الهراطقة الذين حرفوا الإيمان بفلسفات المنطق البشري فجعلوا كلامهم على حساب كلمة الله، أو شرعوا في الدين ما ليس هو من الله وقاموا شرائعهم وقتلوا شريعة الله. الكلمة الإلهية نداء للقلب البشري، مدلول فهمها هو القيام بالأعمال الصالحة وليس المجادلات أو تخزين المعلومات الدينية. الكلمة الإلهية خطاب إلهي، وفهمها هو الحوار البشري معها. الكلمة الإلهية رباط ننظره، نقرأه، نكتبه، فيصلنا بالناطق بها بالروح القدس، روح الحق والطهارة. الكلمة الإلهية تجعلنا في توبة دائمة، أي ديناميكية خطاب الحب الإلهي مع القلب البشري. تكلم يا رب، عبدك يصغي. آمين. بسيادة المتروبوليت بولس يازجي، أعاده الرب إلينا سالما. خلصنا يا ابن الله، يا من هو
نحن المرتلين لك.